هلا يا حي الله يا حي الله ورحب. ازيك ابو موسى؟ الحمد لله يا شريف، الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله، العليم الله انكم شرفتونا، والوجوه هذه اللي معك ما شاء الله عليها طيبه، وجوه سعد وبشاره خير بعد. ربنا يتم بخير ابو موسى. يما دي العروسه طالقه، الجمال السنوي اللي على حق. انتوا شو تقول يا ولد؟ ايه لا، ده انا قصدي يعني ملهاش اخت دي يا ابو موسى. ما تاخدش بالك ابو موسى، اصل الواد يحب يهزر يعني. انت جننت؟ بتلاقي العروسه هي فرحها. كنت عاوز اعبر. لا تعبر ولا تبين، انت تقفل بقك خالص. بقول لك يا ابو موسى، ودي نهبق عليها ولا ايه؟ خد ابو موسى دول 21,000 دولار. احنا سبعه في ثلاثه ب 21,000، وجواهم كمان النقطه بتاعتي للعروسه. يا سيدي مقبولات منك، بس رجوم بالاول تاخذون واجبكم من الضيافه، انتم ضيوفنا. لا 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 لا، واجب ولا غيره. لا عندنا شغل. انت في الزحمه دي والليله الحلوه دي تاخدنا بالراحه لغايه ما تفتح لنا البوابه بتاعت النفر. يا سيدي على خاطرك. اللي تقول عنه يا ناجي بيك يصير بالحال ان شاء الله. اسمعوا يا الربع، اتفضلوا جوا البيت، ارتاحون شوي وغيرون ثيابكم وبعدين نتوكل. شرفوا. النبي يا باشا، بعد ما نخلص الشغلانه دي على خير لا تجيبني هنا تاني. سايق عليك النبي يا شيخ. هي ما عنده حق يا باشا، احنا لازم نرجع هنا تاني. انا شامم ريحه خروف مشوي، ملوش حل يا باشا. يلا انت اهو، يلا. شرفوا. ايه ده يا ناجي بيه؟ مين كل دول؟ احنا فين؟ ده زي ما تقول موقف بني ادمين، يعني اللي هارب من حكم، اللي عامل لجوء سياسي، اللي طفشان من بلده، اللي طفشان من مراته. وكل دول هيعدوا معانا من النفق؟ والله يا ناجي بيه مثل ما انت شايف، اليومين دول زحمه زحمه بحيل. اه موسم. نعم. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. انما ايه الحاجات دي كلها يا ابو موسى؟ انا حاسس ان انا في قريه البضايع في المطار. بقول لك ايه يا ابو موسى؟ انت هتمشينا امتى؟ اوعى تكون هتمشينا بالدور. انا مش ممكن هستنى كل دول. انا متفق معاك على الميعاد. ها؟ طور روحك يا نجيب بيك. اصبر لما ابو شعلان ينطينا الاشاره. مين ابو شعلان ده يا باشا؟ ابو شعلان اللي بالطرف الثاني. اللي وده يفتح لكم بس تمرونا من النفق سالمين غالمين بعون الله. ما فهمتش ولا حاجه. ابو شعلان ده اللي في الضفه الثانيه من رفح، تبع رفح الفلسطينيه. طب ابو شعلان ده عنده بنت حلوه برضه؟ انا بسال بس، يمكن يكون وشنا حلو عليه نروح نلاقيها بتتجوز يا رخ. الو يا حي ابو شعلان. يا هلا حياك الله. اسمع انا زعلان منك. اي زعلان منك وزعلان بحيل بعد. انت وينك يا رجال؟ وينك للحين؟ ليه ما جيت الفرح ها؟ زين زين زين، ما يخالف عذرك مقبول. اسمع الشباب يجونك الحين. اي الحين يجونك. زين هلا هلا هلا، تعال. يلا كل واحد ياخد ازازه ميه وازازه لبن وانبوبه اكسجين. هم مدينا ازازه ميه ليه يا ناجي بيه؟ عشان لو عطشت. طب مدينا ازازه لبن ليه يا ناجي بيه؟ عشان لو ما عطشتش. المقص يا باشا، هي الشيشة دي نظامها ايه؟ شيشة ايه؟ دي انبوبة اكسجين. اكسجين؟ ليه؟
هنلهم حاجة هناك؟ اسمع عاد التهوى، أنا مش عايز قلب الدماغ، زي ما أعمل تعمله بالظبط. احنا أصلا جاهزين، يلا يلا بقى. لو صبر القاتل على المقتول النور اهو زي الفل، فرح العمده تحت. النبي خف النور شويه يا ابو مسلم. لا والنبي والنبي يا نجيب ما تخلوش يخف النور، ابوس ايدك. خلاص بلاش يا ابو مسلم. حسام تمام يا باشا. إبراهيم إبراهيم يلا انزل يلا انزل. أنا راجل غطاس، الموضوع ده تافه بالنسبة لي. حسام حسام أنت فين يا حبيبي؟ شيخ حسن لن نصيبنا إلا ما كتب الله لنا. طهامي انزل بالراحة، ها؟ نفق متلصم، ما تدبش على الأرض. أمرك يا باشا. زاهر لا 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 بلاش انا والنبي نجيب ايه؟ بلاش انا والنبي، ده ضيق قوي. انا حاسس ان انا هتخنق تحت، انا عندي فوبيا من الاماكن المقفوله. الله اكبر يا باشمهندس، ما تهبق وتنزل. الله ده شكله حتى سرح وبارح. ده بركه الضحك اللي كان في يما. ده عدم عدم عدم. الله الله الله، ما تنزل يا باشا، دي شكلها سرحه وبارحه. طبعا ما هو ده بالنسبه للنفق اللي انت قاعد فيه انت وامك، ده يعتبر سويد. يلا زاهر